اون اكسبريس. مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوي نحكيو على تركيبة الإطار الفني الجديد للترجي الرياضي التونسي، المدرب الأقرب للإشراف على المقاليد الفنية للنادي الأفريقي. المفاوضات وصلت كذلك آخر أخبار النادي السويقسي، لكن البداية بكل تأكيد بأخبار المنتخب واللي وفد وصل اليوم. سلامات إلى الكوت ديفوار، أكثر أخبار من عند مبعوث موزايك كفام الخاص إلى الكوت ديفوار أحمد عدالة. أهلا وسهلا أحمد، مرحبا. مرحبا بك حيدر، مرحبا بكل مستمعينا، مرحبا باللي يتفرجوا فينا لايف تو صوتا وصوره على سبور باي موزايك وعلى موزايك اف ام. كما كنت تحكي، المنتخب الوطني التونسي بعث المنتخب وصلت اليوم الى بواكي كمرحله اولى، ثم بطات عليها شويه الطياره، ثم تنقلت على متن طائره خاصه الى مقر الاقامه في كوروغو. الملاعبيه كل خذوا بلايصهم، ثم حصه ازاله ارهاق مبرمجه. فقط حاجه واحده ديما نعاود ونشير لها اللي تنجم تقلق شويه الملاعبيه، هي درجه الحراره اللي مرتفعه نوعا ما في كوروغو مقارنه بابيجون. اليوم نحكيو على تو في الوقت الحالي 9 وشويه، نحكيو على 28 29 درجه مع نسبه ربوع الرطوبه مرتفعه. غدوه باش يكون اسخن برشا، وكواليت نشره نتاع ميتيو حيدر، مش حتى نشره نتاع رياضه. كل شيء تقلق برشا، باش تقلق برشا برشا الملاعبيه. نحكيو على 36 و37 درجه غدوه منتظره في كوروغو. هذه اخبار منتخبنا الوطني. غدوه زاده تنطلق كاس افريقيا باولى مباريات الكاس افريقيا الحاليه. البلد المنظم كوت ديفوار يواجه غينيا بيساو 9 نتاع الليل بتوقيت الكوت ديفوار، 10 بتوقيت تونس. شكرا لك احمد عدله، نتقابلوا معك ديما في مواعيدنا الرياضيه اليوميه في الحصص الرياضيه الكل كيف كيف على الباج اوفيسيال نتاعنا موزايك فام، على السبور باي موزايك فام تلقاو لي فيديو تصور بالضبط كاينكم مرافقين وفد المنتخب الوطني. ان شاء الله تغطيه متميزه كالعاده على موزايك فام. شكرا لمبعوثنا الخاص الى الكوت ديفوار احمد عدله. نرجع لاخبارنا المحليه، واعلن الترجي الرياضي التونسي اليوم على تركيبه الاطار الفني الجديد واللي على راسه المدرب الاول البرتغالي ميغيل كاردوزو، مساعد كيف كيف من البرتغال فابيو فرنانديز، المعد البدني كارلوس ميغيل سيلفا. يقعد شمس الدين الذوادي يواصل في مهمته كمدرب مساعد، صبري البوعزيزي كمعد بدني زاد يواصل المهام نتاعو، وسام صفوه محمود المحلل الاداء المصري في الستاف تكنيكي يواصل زاد المهام تاعو، وكذلك يواصل وسيم نوارة في خطة مدرب حراس. هذا وتم تكليف طارق ثابت بخطة مشرف عام عن فرع كرة على فرع كرة القدم في الترجي التونسي، ومنصب أشمل وأهم اللي كان فيه اللي كان مدير رياضي. دونك هذه تركيبة الإطار الفني الجديد للترجي التونسي، ملف ويغلق في الترجي. هذا ملف تم إغلاقه، لكن فما ملف منزل ما تمش إغلاقه، هو ملف الخطايا والقضايا عند علاقة بالاتحاد الدولي لكرة القدم في نزاعات مع لاعبين سابقين للترجي. اليوم برشا كلام على 10 مليارات، على منع من الانتداب لمدة 3 فترات متتالية بالنسبة للترجي. اليوم في ريكاب سبور كان موجود معنا الناطق الرسمي باسمية الترجي وليد قرفالة، وحكى في التفاصيل المالية الكل. تبعوا مليح وحسبوا وحدكم الأرقام، نشوفوا قديش بالضبط تطلع. هي القضايا تخص 3 لاعبين، حيدر ايمانويل ايوالا، فما 20% كي الترجي تبيع اللاعب هذا فريق اخر، دونك ايمينبا الفريق نتاعو في نيجيريا ياخذ 20%. الترجي باع فرط في ايوالا النادي العربي الكويتي، دونك فما المبلغ تاع 20% هذا مازال ما وصلش لنادي ايمينبا. اضرب انت 200,000 دولار في 20%، دونك تلقى المبلغ على 20,000 دولار 40,000 دولار، نحكيو على 120 مليون توانسة تقريبا. بالضبط 120 مليون. بالضبط. بالنسبه للزوز القضايا الاخرين اللي يخصوا نفس اللاعب ايمانويل ولا هما فما ليزانتيري دو روتار فيما يخص الصفقه، معناتها في حد ذاتها معناتها الصفقه في حد ذاتها خلصت، لكن ما خلصتش في الوقت نتاعها اللي هي كانت 500,000 دولار، ما خلصتش في الوقت نتاعها. دونك تعرف فما ديزانتيري دو روتار، هذوما كيف كيف مازالوا ما وصلوش للنادي نيمبا، وهذوما مبلغ صغير برشا ما يتزاوجش 3,000 دولار. وال 5% كيف كيف فما البريم دو فورماسيون، وال 5% كيف كيف اللي هي مش حاجه كبيره. هذا فيما يخص 3 قضايا يخصوا لاعب واحد اللي هو ايمانويل ولا. بالنسبه لزوج قضايا اللي قعدوا، قضايا تخص فوسيدي كوليبالي مبلغ في حدود 425,000 يورو. تقعد القضايا الاخيره تخص الفريق تاع رودريغو رودريغيز نادي جوفنتود البرازيلي، المبلغ نتاع معناتها الترانسفير هو 300,000 دولار. هذوما المبالغ هذيا الترجي قام باللازم، لكن كيما تعرف فما تعطيلات
البنك سنترال البنك المركزي ديما فما التعديلات فما الورقه الدوكيومون اف 2 هذا لازم يتصحح ويتعمل تاخذ تراجع الفاليداسيون تعرف فما مشكله تاع عمله وتحويل عمله باقل من 3 مليارات اقل معناها اوكي عندك الارقام عطيتهم لك بكل شفافيه حايدر هذاك بالضبط معناها في حدود والحقيقه نبت انا نبت كي نشوف اليوم عباد تحكي على شراره واحنا شهر ونص التالي عاملين مع صلح مصحح من الطرفين معناتها من زوز اطراف من الترجي ومن اللاعب عباد ما زلت تحكي على شراره تحكي على عبد الرحمن مزيان اللي فسخ عقد بالترازي على ميابل معناتها من بلال بن فاحة اللي كيف كيف معناتها خرج عنده عامين ولا ثلاثة من الترجي الرياضي التونسي والناس ما زالت تحكي عليهم. نمشيو توا للنادي الافريقي وبعد سقوط صفقة التعاقد مع المدرب فوزي البنزرتي المدرب الحالي لوداد البيضاوي إدارة الافريقي تقول انه تقريبا توصلت لاتفاق مبدئي مع فوزي البنزرتي ناقشت معاه التفاصيل المالية لكن بعد فوزي البنزرتي تعذر عليه انه يجي النادي الافريقي وكان اعتذر لهيئة النادي الافريقي. الاتصالات مازالت متواصلة مع عدة مدربين ابرزهم حاليا سامي طرابلسي حسب اخر أخبار سامي طرابلسي مرشح بقوة أن يكون هو مدرب النادي الإفريقي في المرحلة القادمة. في الأثناء كامل قدسي باش يكون مدرب مؤقت في انتظار الاتفاق النهائي مع مدرب جديد. دونك تسارعت الأحداث فوزي البنزرتي خرج من الحساب تماما سامي طرابلسي يدخل للقائمة وكما قلت تقريبا حاليا هو أهم اسم موجود على طاولة الهيئة المديرة للنادي الإفريقي مع اسم آخر فرنسي ينجم يكون موجود زاد لكن خليني نقول أنه أهم اسم حاليا مطروح على طاولة النادي الإفريقي هو المدرب السابق والأسبق للمنتخب الوطني سامي أطرابلسي. نحكيو توا على النادي الصفاقسي وأعلنت قائمة شهير كمون من انسحابها من انتخابات الهيئة المديرة النادي الصفاقسي المدة النيابية 2024-2026 والجلسة العامة المقررة نهار 20 جانفي القادم. وقال أعضاء قائمة شهير كمون أنهم يعني فما ناس ما تقبلتش فكرة أنه فما أساليب جديدة للتسيير ولتطوير طرق تسيير الجمعيات الرياضية وتأكدوا زادا أنه فما قائمة أخرى مترشحة وتأكدوا أنه الأمور الكل بتمشي بشكل سليم فأنهم قرروا الانسحاب من هذه من المشاركة في انتخابات النادي الصفاقسي. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايكافام.net.